ما هو الفرق بين الكأس والكوب؟ وردت معاني لفظتي الكأس والكوب في المعاجم العربية وتبين بالإجماع وجود فرق واضح بين الكأس والكوب من حيث الحجم. الكوب أكبر حجما من الكأس. الاستخدام: فالكوب وعاء يحتوي على الشراب ويسكب منه في الإبريق، ثم يسكب المشروب في كأس. أما الكأس فهو الوعاء الذي نحمله باليد للشرب منه. الكوب هو لفظة مفردة وهو وعاء من الزجاج ونحوه، لا عروة له مثل الإبريق، أي لا فرز أو شفة للمساعدة على السكب الدقيق. كوب للكب مأخوذ من الفعل كبة، ويستخدم الكوب على أنه وحدة مكيال للسوائل، كما أن الكوب من نوع الشراب الذي يحتويه، نقول مثلا كوب ماء، كوب شاي، كوب لبن. أما الكأس فنعني إناء صغير نحمله باليد لنشرب منه السوائل مباشرة. كان الكأس قديما يستخدم للخمر فقط، ويسمى قدحا إذا كان فارغا، وعندما يكون به مشروب يسمى كأس. الكأس حجمه أصغر من الكوب الذي يسكب منه في الكأس، أي أن سعة استيعاب الكوب أكبر. الكأس هو كلمة مذكر يجوز تأنيثها، فتعريف الكأس هو القدح المليئة بالشراب أو الخمر. وجاء في القرآن الكريم والتفاسير صفات خمر الآخرة التي ليس فيها خبائث خمر الدنيا ومضارها، لذا يجب الانتباه لذلك. ومنها نوثق مفهوم الكوب والكأس. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز لفظتي الكأس والكوب في أكثر من موضع، حيث قال الله تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي أن الكأس الخمر ممزوج بالزنجبيل وهو حار ليعدل الطعم. قال الله تعالى أيضا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. قال تعالى في كتابه الكريم: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قال الله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. قال الله تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. بيضاء هنا تعني لا فيها غول، أي لا أثر لها مثل صداع الرأس ووجع البطن. قال الله تعالى أيضا: يطاف عليها بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، كما ورد في القرآن الكريم بمشاريب أخرى في قوله تعالى: وكأسا دهاقا، أي أنها كأس صافية ممتلئة. نستشف من الآيات الكريمة السابقة أن الشرب عند العرب في الجاهلية كان وفق عادات معينة، فتكون أكواب كثيرة موضوعة مملوءة بأنواع مختلفة من الخمر، والكأس فقط هو الذي يشرب منه الخمر. في تقديم ذكر الكوب وتأخير ذكر الكأس ترتيب منطقي، حيث أن الكوب يصب منه الشراب في الإبريق وفي الكأس، وهذه بلاغة من القرآن الكريم. الكوب يشبه الكأس من حيث الشكل، إلا أن الكوب يسكب منه والكأس يسكب به. الكأس يطاف به على عادة أهل الدنيا لصغر حجمها، أما الطواف بالأكواب والأباريق ورد في القرآن الكريم فقط، والمعنى من ذلك أن لأهل الدنيا دفعا للمشقة بسبب حجمها الأكبر ووزنها الأثقل نسبيا، فيخشى عليها من الوقوع وأن تنسكب الكمية مرة واحدة. على نقيض الآيات التي تتجلى العظمة والقدرة فيها على كل شيء دون خلل يصيبها.